بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، ربي يعطيكم ألف عافية جميعا طلابنا حبايبنا. اليوم إن شاء الله وعلى بركة الله راح نبلش معكم بالحصة الثانية من منهاجنا منهاج الأحياء. إن شاء الله اليوم راح ندرس مع بعض اللي هو السكريات الثنائية، بس قبل ما أروح للسكريات الثنائية شباب بدي أوضح لكم هاي النقطة، يمكن أنا ما عقبت عليها في الحصة الأولى ولكن بدي أعقب عليها بهاي الحصة. شباب فيما يخص اللي هو يا أستاذي هي زي ما انتم شايفين قدامكم اللي هو شكل السلسله المفتوحه لمين؟ للفركتوز. انا مطالب يا استاذي في منهاجنا الجديد لطلاب 2006 وما بعد، مطالب اعرف انه شو الشكل الحلقي لسكر الفركتوز، مع اني شرحته ولكن ما وضحت لكم اللي هو السلسله المفتوحه للفركتوز، وضحت تبع الجلوكوز وايضا الجلاكتوز. انا مطالب افهم شو الشكل اللي هو السلسله المفتوحه لمين؟ للفركتوز. زي ما انت بتلاحظ انه اللي بتميز فيه اللي هو سكر الفركتوز انه يا استاذي على ذرة الكربون رقم 1 او رقم 2 يحتوي على دبل بوينت او، فهذا الشكل انا مطالب اميزه عن السكر الجلوكوز وايضا عن سكر الجلاكتوز. يعني يا استاذي بدي اقارن بينه وبين الجلوكوز نفس تركيب الجلوكوز ولكن انا عندي على ذرة الكربون رقم 2 دبل بوينت او. تمام شباب؟ طيب 100%. خلينا نرجع يا أستاذي لمين؟ للو حصتنا اليوم راح نبلش إن شاء الله إحنا وياكم شباب للسكريات الثنائية، وهاي السكريات مهمة ومطالب تفهمها وتفهم فيها كيف تتكون الرابطة الجلايكوسيدية. طبعا احنا لما اخذنا السكريات الأحادية ما كانت عندنا رابطة جلايكوسيدية، ليش؟ لأنه سكر أحادي، ولكن لما اجي اقول لك أستاذ الله يرضى عليك سكر ثنائي، يعني انت بدك تفهم انه يحتوي على وحدتين من السكر مين؟ الأحادي، بيرتبطوا مع بعض بروابط جلايكوسيدية، وراح افهمك كيف بتتكون الرابطة الجلايكوسيدية. تعالوا اطلعوا معي. بداية لما اجي اقول لك يا استاذي بشكل عام شو المقصود بالسكريات الثنائيه، بتقول لي هون هي سكريات، شو مالها هاي السكريات استاذ؟ تتكون من ايش؟ وحدتان من مين؟ من السكريات ايش حبايبي؟ الأحادية. يعني أنا بدأ أول نقطة بدي أكون فاهمها، شو يعني سكر ثنائي؟ هي عبارة عن سكريات بتتكون من تنتين من الأحاديات. بكمل التعريف أستاذي، وترتبط مع بعضها إيش؟ بروابط إيش؟ اللي هي جلايكوسيدية، بروابط بنسميها إحنا تساهمية، شو مالها؟ جلايكوسيدية. طيب ممتاز، هاي المعلومة الآن فهمناها، إنه يا عمي أي سكر ثنائي شباب يتكون من وحدتين، هدول الوحدتين بيرتبطوا مع بعض بروابط جلايكوسيدية، وخليني أكمل هالمعلومة عن طريق إيش شباب؟ نزع جزيء اللي هو ماء H2O. تمام؟ راح افهمك كيف الآلية. طيب ممتاز. إذا الآن أنا مطالب أفهم أستاذي إنه دائما أي سكر ثنائي يتكون من وحدتين من الأحادي بيرتبطن مع بعض برابطة جلايكوسيدية، وكيف تكونت هالرابطة؟ عن طريق نزع جزيء ماء. هسا راح أفهمك شو أنواع هاي السكريات وكيف بدي أربط هذا السكر، سواء سكر المالتوز والسكروز وأيضا سكر اللاكتوز، وكيف بيرتبطن مع بعض يا أستاذي، ومطالب أحدد بالتفصيل. تعالوا اطلعوا معي الآن. أنا الآن مطالب أستاذ، مطالب أنواع مين يا أستاذي؟ أنواع السكريات مين حبايبي؟ الثنائية. يلا أنواع السكريات الثنائية، أنا بدي أكون فاهم إنه السكريات الثنائية عندنا والله يا أستاذي قديش نوع، مطالب أنت حسب كتابك تعرف عندنا 3 أنواع، أوكي؟ تعال أفصل لك إياهم بهذا المخطط. أنا عندي 3 أنواع من السكريات مين شباب؟ من السكريات الثنائية. مين هن هذول السكريات؟ بتجي بتقول لي أول إشي سكر بنسميه إحنا الشعير. سكر مين؟ الشعير. وهذا السكر هو سكر المالتوز، المالتوز، فأنت مطالب تعرف مين هو سكر الشعير، سكر المالتوز. طيب ممتاز. السكر الثاني اللي هو بنسميه سكر المائدة، سكر ايش؟ المائدة، وهذا اللي احنا بنستخدمه في القهوة والشاي والعصير، بنسميه سكر السكروز، سكروز، تمام؟ فهذا سكر ثنائي. وعندنا آخر سكر اللي هو سكر بنسميه الحليب، اوكي؟ وهذا السكر مين هو؟ بنسميه سكر اللاكتوز. طيب ممتاز استاذي 100%. هسا الان انت مطالب تعرف يا استاذ الله يرضى عليك شو الصيغه الكيميائيه لهذا السكر ومن ايش بتركب السكر. هاي نبدا نلخصهم بهذا المخطط. انت مطالب تفهم انه سكر المالتوز يتكون من اتحاد 2 احادي، صح؟ طب مين هم الاحادي؟ بتيجي بتقول لي غلوكوز زائد مين؟ غلوكوز، تمام؟ يعني لما اجي اسوي اتحاد بين جلوكوز وجلوكوز بيعطيني سكر مين؟ المالتوز، حفظ. بنيجي للسكروز، كيف يتكون هالسكروز؟ بتيجي بتقول لي اتحاد الفركتوز سكر احادي مع مين؟ مع غلوكوز، تمام يا استاذي؟ فهيك تكون انا عندي سكر مين؟ السكروز، وايضا عندي سكر اللاكتوز اتحاد مين؟ اللي هو سكر الجلوكوز مع مين حبايبي؟ سكر الجلوكوز مع الجلاكتوز، تمام؟ هاي هون انا عندي جلوكوز مع مين شباب؟ زائد اللي هو جلاكتوز، تمام شباب؟ وهذا الجلاكتوز جابوه في دورة ل 2023، قال لك الجلاكتوز بيدخل في اي تركيب من السكريات الثنائية، بدي اعرف انه سكر اللاكتوز بيدخل في تركيبه مين؟ الجلاكتوز، والرابطة نوعها جلايكوسيدية. هذا اللي جابوه في دورة ال 2000 اللي هو يا استاذي 23. فأنا مطالب أحفظ وأعرف كل سكر من إيش بتكون، تمام شباب؟ طيب المعلومة الثانية اللي أنا بدي أحط لك إياها وأفهمك إياها من هسه، شو الصيغة الكيميائية لكل سكر ثنائي؟ المالتوز شو صيغته الكيميائية؟ وأيضا اللي هو الفركتوز شو صيغته الكيميائية، أو اللي هو السكروز شو صيغته الكيميائية، وأيضا اللاكتوز شو صيغته الكيميائية. هسه الصيغة الكيميائية إلهم الثلاثة أستاذي واحدة، هم عبارة عن سي قديش يا أستاذي؟ الكربون 12، والهيدروجين 22 وراح أفهمك ليش، والأكسجين راح يكون 11، تمام؟ طيب وهذا صيغته كذلك الأمر، الكربون 12 وأيضا الهيدروجين 22 وأيضا الأكسجين قديش؟ 11. وهون نفس النظام، الكربون 12 والهيدروجين 22 وأيضا عندي الأكسجين قديش؟ 11. هاي الصيغة العامة لمين؟ لهم. فأنا الآن مطالب أعرف التركيب يا أستاذي، ومطالب أعرف الصيغة الكيميائية لكل اللي هو سكر ثنائي. زي ما أنت بتلاحظ الثلاث أنواع من السكريات نفس إيش؟ التركيب. طيب تعال هسا بيجي طالب بقول لي طيب يا أستاذي أنت علمتنا مدام سكر جلوكوز وجلوكوز، تعالوا افهمكم هاي المعلومه، تعالوا اطلعوا. مش انت فاهم يا استاذي انه الجلوكوز، خليني افهمك شو صيغته الكيميائيه للجلوكوز الواحد، مش انت علمتنا يا استاذي عباره عن C6H12O6، ممتاز. وقلت لنا ايضا لو جبت جلوكوز ثاني جلوكوز، طيب ممتاز، شو صيغته الكيميائيه؟ C6H12 أو 6، طيب ممتاز. أستاذي هسا أنت لما جيت جمعت جلوكوز مع جلوكوز، المفروض والمنطق إيش بقول لي يا أستاذي؟ إنه أنا هي جلوكوز وجلوكوز بدي أجمعهم، الكربون قديش راح يصير؟ 6 زائد 6 قديش صار؟ 12، صح يا أستاذ؟ صح. طيب أيضا بتيجي بتقول لي يا أستاذ طيب أنت طلعت الهيدروجين 22، ليش هون لما اجي اجمعهم اجمع 12 زائد 12 راح يطلع عندي 24، ليش حطيت 22؟ والاكسجين لما اجي اجمعهم يا استاذي تيجي بتقول لي قديش راح يطلع؟ 12. فانت الطالب الغشيم هون ايش بيصير؟ بقول لي طب هي الصيغه الكيميائيه، لانه انا عندي 2 جلوكوز جمعناهم مع بعض فطلع هذا. بس انت بدك تكون صاحي لنقطه، انه انا دائما عشان اربط سكر احاد مع احادي شو راح انزع منهم؟ راح انزع 2 هيدروجين وواحد اكسجين. يعني انا هون هاي الصيغه لو جاب لك اياها في الامتحان لسكر اللي هو المالتوز، اغلب الطلاب اللي مش فاهمين بقول لك خلينا نجمعهم راح يطلع هاي الصيغه، راح يجاوب هاي الصيغه، وهاي الصيغه شو مالها؟ غلط. طيب ليش غلط يا استاذي؟ لانه انا بدي افهم اي سكر ثنائي بدي انزع منه ايش؟ H2O، وكمان راح انزع من هذا من التركيب 2 هيدروجين وواحد اكسجين، ومن هون 2 هيدروجين وواحد اكسجين. يعني يا حبيبي الله يرضى عليك لما تيجي تنزع 2 هيدروجين الكربون راح يتغير؟ لا، الكربون 12، ولكن انا نتيجه اني ربطت اثنين سكر احادي مع احادي نزعت تنتين هيدروجين وواحد اكسجين، فاذا انا من التركيب العام راح انقص قديش هيدروجين هون؟ ممتاز، تنتين راح يطلع 22. وقديش راح انزل اكسجين او انزع اكسجين؟ راح انزع اكسجين واحده، راح تظل عندي ايش؟ 11. فهاي الصيغه الكيميائيه الصحيحه للسكر، مين؟ للسكر الثنائي. فهمنا ليش يا استاذي الصيغه هاي خطا؟ لانه انا بدي انزع H2O، انقص من هذا تنتين هيدروجين وواحد اكسجين، فهاي الصيغه الكيميائيه للثلاث اللي هي سكريات الثنائيه. تمام يا استاذي؟ فهمنا هاي المعلومه؟ طيب ممتاز. هسه الان راح افرجيك كيف بدي انزع H2O لكل سكر وافهمك اياه واطلعك فيهن 100%. يلا انتبه علي يا استاذ. انا بعد هذا كل شيء يعني انا لخصت لك اياهم بهذول المخططين عشان انت تحفظهم زي اسمك. خلص هيني انا مزبط لك الوضع هون، مطالب تحفظهم وتحفظ ايش؟ تلخيصهم يا استاذي اللي انا عامله على شكل ايش؟ مخطط. طيب تعال هسه هون يا استاذي، يلا بدي اجيهم لسكر سكر. خلينا نبلش باول شيء يا استاذ الله يرضى عليك اللي هو هي هون. خلينا نبلش في سكر الشعير. يلا انا بدي امشي فيهم واحد واحد وافهمك اياهم 100%. باجي لاول سكر ثنائي، سكر بنسميه ايش يا استاذي؟ الشعير. هذا السكر موجود بالشعير. طيب مين هو سكر الشعير؟ بتيجي بتقول لي والله يا استاذ انس هو عباره عن المالتوز. يعني ممكن يجيب لك سؤال بالامتحان سكر الشعير، فانت لحالك بدك تكون عارف انه المالتوز او المالتوز هو سكر الشعير. طيب ممتاز. هسه انت مطالب تعرف سكر المالتوز كيف يتكون. تيجي بتقول لي والله يا استاذ انس من اتحاد الجلوكوز مع مين استاذي؟ مع غلوكوز. وهدول بدك تحفظ لي اياهم زي اسمك. تمام؟ اوكي. طيب الان بدي افرجيك كيف بيرتبط الجلوكوز مع الجلوكوز. تعال تطلع لي على الشكل الحلقي. استاذ أنا فهمتك إنه هي أكسجينة وعندي هي الشكل الحلقي لمين يا أستاذي؟ للجلوكوز، أوكي؟ وعندي كمان يا أستاذي جلوكوز، هي جلوكوز كمان واحد ثاني، أوكي؟ تمام؟ أوكي، طيب وهي أنا عندي هيك وهي أنا عندي هيك، إذا أنا عندي اثنين جلوكوز، هي جلوكوز، أوكي؟ تمام أستاذ؟ وأيضاً عنده جلوكوز. طيب ممتاز. هسا أنت مطالب حسب رسمة الكتاب شباب، حسب رسمة الكتاب أنا مطالبني كيف بدي أربط اثنين من السكريات، مين؟ من السكريات اللي هي الأحادية. تمام شباب؟ يعني أنا مطالبني هون إني كيف بدي أربط ما بينهم. تعال أفهمك الآن بشكل سريع. أستاذي أنت فاهم الجلوكوز عشان تميزه، مش أنا فهمتك. أنا عندي هي ذرة الكربون رقم 1، هي 2، هي 3، هي 4، وهي 5، والسادسة وين بنقل على برا؟ CH2OH. وكذلك الامر هون، ذرة الكربون 1، 2، هي 3، هي 4، وهي عندي انا 5، والسادسة وين من جلاسية؟ H2OH. تمام؟ هاي رقم 6 وهي رقم 6. طيب ممتاز. قلت لك عشان اميز الشكل الحلقي للجلوكوز، ايش اهم نقطة فهمتك اياها؟ قلت لك انه على ذرة الكربون رقم 1 وذرة الكربون رقم 4 شباب، عندي ال OH وين بتكون؟ للاسفل، وعندي الهيدروجين للاعلى، وعندي ال OH للاسفل والهيدروجين للاعلى. فهذا اهم ايش اللي هو فرق انا اعطيتك اياه فيما يخص مين؟ اللي هو السكريات اللي هي الله يرضى عليك اللي هي الاحاديه. كذلك الامر هذا الجلوكوز نفس النظام، ذره الكربون عنده هيدروجين وعنده كذلك الامر الاو اتش. تمام استاذ؟ وعندي هون كذلك الامر على ذره الكربون رقم 1 و4 هيدروجين وعندي او اتش. فانا ميزت انه هذا جلوكوز، جلوكوز من ذره الكربون رقم 4 و1 انه ال OH وين موجود؟ للاسفل زي ما انتم شايفين هون. تمام تمام. السؤال القوي كيف بدي اربط هدول الاثنين مع بعض عشان انزع جزيمه واكون رابطه ايش يا استاذي؟ واكون انا عندي رابطه اللي هي جلايكوسيديه. هسه انت بتجيني بشكل سريع، تعال اطلع معي على المخطط اللي قدامك حسب الكتاب الموجود عندنا وافرجيك كون الصوره الموجوده عندنا ملونه والامور 100%. تعال اطلع معي. هسه انا هون في سكر، ركز معي، في سكر الجلوكوز زي ما انت شايف هون، انا في سكر الجلوكوز يا استاذي راح اربط مين؟ جلوكوز مع جلوكوز. تمام؟ اوكي. تعال اطلع على رسمة الكتاب اللي عندك. انت مطالب الان تحدد انه عشان اكون المالتوز لازم انزع من الجلوكوز الاول ذرة الكربون رقم 4 ايش؟ مطالب تحدد، لازم مش تروح تقول لي او اتش، دير بالك. مطالب اعرف حسب رسم الكتاب انه انا اخذت من ذرة الكربون الاولى الرابعة اللي هي هيدروجينة، واخذت من هون او اتش مع بعض، فنزعت جزيئة وكونت رابطة مين جلايكوسيدية. فهمنا؟ فأنا مطالب أحدد هون إنه عذرة الكربون رقم 4 أخذنا هيدروجين حسب رسمة الكتاب، وعلى عذرة الكربون رقم 1 من الجلوكوز الثاني أخذنا إيش؟ OH. طيب خلينا نرجع لهون ونحددهم بشكل سريع. طيب يلا تعالوا هسه هون، اطلعوا لي هسه هون. أنا فاهم، أنا عندي هون هيدرة الكربون رقم 1، أنا راح يكون أنا عندي هون هيدروجين، أكيد أنا فهمتكم إياهم هدول. أنا هون عندي هيدروجين وعندي هون OH، وعندي هون العكس OH، وهون أنا عندي هيدروجين، وهون عندي هيدروجين وعندي OH، وهون أنا عندي OH وعندي إيش يا أستاذي؟ هيدروجين. طيب تعال اطلع علي، تيجي بتقول لي يا أستاذ أنس أنا كيف بدي أربط، كيف بدي أربط يا أستاذي؟ كيف بدي أربط؟ ركز معي، كيف بدي أربط هذا الجلوكوز مع هذا الجلوكوز؟ قلت لك ذرة الكربون رقم 4 شو بتاخذ منها؟ هي خلينا نحط هون الهيدروجين هيك وهي الأو. بدنا ناخذ من ذرة الكربون الهيدروجينة، ومن ذرة الكربون رقم 1 مطالب تحدد اللي هي الأو اتش. راح انزع منهم ايش؟ H2O، وعلى طول بتقول لي راح تتكون ايش؟ رابطة ايش حبايبي؟ جلايكوسيدية. فهمنا كيف تكونت الرابطة الجلايكوسيدية؟ طيب شو صيغته الكيميائية هذا؟ صيغته الكيميائية كربون 12، والهيدروجين قديش؟ 24 ولا 22؟ ممتاز 22، والاكسجين قديش؟ 11. اوكي شباب، فهاي انت مطالب تحددها في سكر مين؟ الشاي. طيب نروح الان للسكر اللي بعده اللي هو سكر مين؟ السكر اللي هو السكروز. يلا نيجي لسكر رقم 2، سكر بنسميه المائدة، وهذا السكر انا مطالب اعرف عنه مين هو؟ السكروز. سكروز. طيب الان انت مطالب تعرف السكروز من ايش يتكون؟ من اتحاد فركتوز سكر احادي زائد مين؟ جلوكوز، وانت مطالب تحدده، وهسه راح افرجيك اياهم. طيب تعالوا اطلعوا معي. انا فاهم انه السكر المائده او السكروز شباب من اتحاد مين؟ سكر الفركتوز مع سكر مين؟ الجلوكوز. طيب كيف يا استاذي؟ تعالوا افرجيك وحسب الكتاب كيف تم الارتباط يا استاذي في هذا السكر. تعال اطلع لي على الفركتوز. الفركتوز يا استاذ او السكروز، اطلع لي على الفركتوز. عندي ذرة الكربون رقم 1، هي معدل لي اياهم منهم 1 2 3 4 5 6، وعندنا ذرة الكربون لبرا. طيب انت بدك تفهم انه هون عكس لي اياهم، مش مشكلة عادي. الارتباط صار بين ذرة الكربون رقم زي ما انت شايف 2 وايضا ذرة الكربون رقم 1، فنزعت انا من هون هيدروجينة ومن هون ايش؟ او اتش. فتطلع علي هسه هون بشكل سريع لسكر اللي هي مين؟ سكر الفركتوز. باجي برسم لك اياه يا استاذي. انا عندي يا استاذي حسب الرسم الموجودة عندنا يا استاذي هون، طلع انا عندي هاي الفركتوز، اوكي؟ هاي انا عندي الفركتوز، هاي شكله زي الكوخ، اوكي؟ هاي اكسجينة، وهي انا عندي هذا مين؟ اللي هو الفركتوز. وعندي يا استاذي ايضا الجلوكوز، هاي الجلوكوز، اوكي يا استاذ؟ طيب انا عندي هذا الجلوكوز. طيب ممتاز. الجلوكوز اللي بيميزه انه عنده هاي ذرة الكربون رقم 1، هاي عنده او اتش، وعنده هون هيدروجين، وهون عنده اتش، وهون عنده هيدروجين، هون عنده هيدروجين، وهون عنده او اتش، وهون عنده او اتش، وهون عنده ايش؟ هيدروجين. هذا مين شباب؟ جلوكوز. اوكي طيب ممتاز. هذا مين؟ فركتوز. طيب هو عدلنا اياه من الشمال لليمين ما بتفرق. انا ذرة الكربون رقم 1، ذرة الكربون رقم 2 CH2OH، هاي رقم 2، هاي رقم 3، هاي عندنا 4 5 والسادسة وين يا أستاذي؟ CH2OH اللي هي هاي. هسا اطلع أنا عندي هون هيدروجينة، أوكي؟ راح يتم الارتباط بين الهيدروجينة هون والOH، راح يتم نزع H2O، وراح تتكون عندنا على طول شو قلنا؟ رابطة شو اسمها؟ جلايكوسيدية. فهمنا كيف تكونت الرابطة الجلايكوسيدية عن طريق نزع جزيء مين؟ جزيء ماء. وهذا شو صيغته الكيميائية، مش تقول لي والله انه 24 الهيدروجين والاكسجين 12، لا، الكربون راح يكون 12، اوكي، الهيدروجين نقصت انا 2 راح يكون انا عندي اللي هو 22، وعندي ايضا الاكسجين قديش حبايبي؟ راح يكون انا عندي 11. تمام؟ هذا سكر مين حبايبي؟ سكر اللي هو المائد. طيب خلينا نيجي لاخر سكر شباب اللي هو سكر هاي رقم 3 اللي هو سكر مين؟ سكر اللاكتوز اللي جابوه في الامتحان الوزاري دورة 2023 اللي هي الدورة هاي. سكر اللي هو الحليب، وهذا السكر هو عبارة عن مين؟ عن سكر اللي هو اللاكتوز. وين ما قال لي اللاكتوز بدك تفهم وتعرف انه عبارة عن اتحاد غلوكوز زائد مين؟ جلاكتوز. تمام؟ فانت الدورة هاي جابوا لكم اللي هو سكر اللاكتوز، ممكن يجيبوا لك على سكر المالتوز، وممكن يجيبوا لك على السكروز. طيب تعال اطلع على سكر اللاكتوز او سكر الحليب. هذا السكر يتكون، بس بدك تطلع لي وتلاحظ لي نقطة، يتكون من سكر الجلوكوز. انا والله هاي سكر الجلوكوز صح؟ اوكي 100%. هذا سكر مين؟ الجلوكوز. وعندي كمان سكر الجلاكتوز نفس الشكل شباب، شايفين؟ نفس مين؟ نفس الشكل، يعني ما اختلفوا اشي كثير. طيب اوكي، انا عندي سكر هذا شو اسمه؟ سكر اللي هو بنقول عنه جلوكوز، اوكي، وهذا السكر جلاكتوز. طيب مين بيقول لي شباب شو بيفرق الاثنين عن بعض؟ يلا بشكل سريع، شو بيفرق سكر الجلوكوز عن الجلاكتوز؟ جلاكتوز. طيب اوكي، شو بيفرق عن بعض؟ بيجي واحد بيقول لي والله يا استاذ انا فاهم انه الجلوكوز ذره الكربون رقم 1 عنده او اتش وهون هيدروجين، وانا عندي هاي هيدروجيني وعندي كمان هاي او اتش، هون عنده او اتش وعنده العكس هيدروجيني، وهون يا استاذي شو عنده؟ او اتش وعنده ايش؟ هيدروجين على ذره الكربون رقم 1 و4 وعلى ذره الكربون رقم 1 و4، وعندي هون هيدروجيني واو اتش، وعندي هون او اتش، وعندي هون هيدروجيني. تمام؟ وهون كذلك الامر، عندي هيدروجيني واو اتش، وهون انا عندي هيدروجيني وهون عندي او اتش وعندنا هيدروجين. تعال اطلع هسه انا كيف بدي اكون الرابطه. ركز معي كيف بدها تتكون الرابطه الجلايكوسيديه. اطلع علي، راح تكون بشكل عكسي. ليش؟ لانه الاو اتش وين موجوده؟ لفوق. يعني انا مش عندي او اتش هون شباب، طلع علي على رسمه الكتاب، عندي شباب الله يرضى عليكم الاو اتش وين موجوده؟ راح تكون هون او اتش، وهون ايش راح تكون؟ راح تكون كمان او اتش. ولكن اللي راح يصير راح انزع الاو اتش اللي هون مع مين؟ مع الهيدروجين اللي ظلت هون. تمام يا استاذي؟ وراح تتكون رابطه عكسيه، مش زي ما انت شايف هون قبال بعض يا استاذي، لا، بس هون بدي افهم لانه انا عندي الاو اتش في الجلاكتوز العكس. يعني يا استاذ الله يرضى عليك كيف بدي اربطهم هدول؟ تيجي بتقول لي راح ناخذ الله يرضى عليك من مين؟ من اللي هو الجلوكوز الهيدروجيني، اوكي هيها، وراح اخذ من هذا الزلمه الاو اتش، وراح يرتبطن عكسي، وراح يتم نزع H2O، وراح تتكون عندنا رابطه شو اسمها؟ قلنا جلايكوسيديه. تمام شباب؟ واضح الله يرضى عليكم؟ في مشاكل فيما يخص السكريات اللي هي الثنائيه وكيف هذا السكر كونته. طبعا الصيغه الكيميائيه له ايش يا شباب؟ C12. اوكي يا استاذي، راح يكون انا عندي C12 والهيدروجين قديش؟ قلنا 22، لانه تم نزع 2 هيدروجين، والاكسجين راح يكون قديش؟ راح يكون والله يا استاذي 11. تمام شباب؟ اوكي واضحه السكريات اللي هي الثنائيه. طيب ممتاز، هذا فيما يخص الله يرضى عليكم السكريات الثنائيه. خلينا نروح يا شباب بشكل سريع للسكريات مين؟ المتعدده. يلا تعالوا اطلعوا على السكريات المتعدده. السكر المتعدد بدك تعرف انه عباره عن مبلمرات، يعني بديش اقعد اكتب شباب، انت مطالب تعرف شو السكر المتعدد. انا قلت لك السكر الاحادي هو يتكون من ايش شباب؟ من وحدتين من الأحادي. تمام؟ السكر الثنائي يتكون وحدتين من الأحادي، لكن السكر المتعدد يتكون أكثر من سكر أحادي مع بعض، يعني أكثر من 3. يعني ثنائي دائما إذا كان وحدتين مرتبطات بروابط جلايكوسيدية بقول عنه ثنائي، ولكن المتعدد بيكون عندي مثلا 4 سكريات أحادية مرتبطات مع بعض بروابط إيش؟ بروابط خلينا نحكي جلايكوسيدية. طيب قبل ما أروح لهون في عندي قاعدة بدك تفهمها دائما عشان أطلع عدد الروابط الجلايكوسيدية وجزيئات الماء المنزوعة في السكر المتعدد. دائما بتقول لي ايش يا استاذي؟ دائما عشان اطلع عدد الروابط الجلايكوسيديه عشان اطلع عدد الروابط الجلايكوسيديه ايش يساوي؟ دائما بتقول لي عدد الوحدات لوحدات السكر الجلوكوز الأحادي ناقص مين؟ ناقص واحد. يعني لو قال لك في الامتحان لديك 20 وحدة جلوكوز في سكر متعدد، ما عدد الروابط الجلايكوسيدية؟ بس بتقول لي عدد الوحدات ناقص واحد. ممتاز. فبتيجي بتقول لي كمان العلاقة الثانية، دائما شباب عدد عدد الروابط الجلايكوسيدية يساوي عدد جزيئات ال H2O ايش؟ المنزوعة. يعني لو قال لك لديك 30 رابطة جلايكوسيدية، قد ايه جزيئات الماء المنزوعة؟ 30. ممتاز. فهون خلينا نيجي لهي السكريات، هي مبلمرات، هاي المبلمرات تتكون من سكريات أحادية، اوكي، ترتبط فيما بينها بروابط تساهمية جلايكوسيدية، ولكل من السكريات متعددة خصائص تميزها. تعال تطلع لي هسه هون. يلا بقول لي هون سؤال، قارن بين الروابط الموجودة بين جزيئات الجلوكوز في السلسلة الواحدة في السليلوز والروابط الموجودة في السلاسل الجلوكوز المتوازية الموجودة عندنا، هسه راح ندرسها فيما يخص سلسلة الأميلوز في اللي هو السليلوز، وأيضا الروابط المتوازية. اطلع عليه. بنيجي للنشا شباب. النشا بدك تعرف إنه نوعين، الأميلوز والأميلوبكتين، تمام؟ هذول نشا. أميلوز ايش ميزاته؟ كلمتين بس بدك تعرف لي، هو عبارة عن سلاسل غير متفرعة. يعني الأميلوز سلسلة سلسلة سلسلة، في لها تفرع أستاذ؟ لا، دائما اعرف وين ما قال لك كلمة غير متفرع معناته أميلوز وأنت مغمض يا أستاذي. طيب الأميلوبكتين هي سكريات متعددة على شكل سلاسل، بتكون قليلة التفرع. شو بتكون؟ قليلة ايش؟ التفرع، تمام، في بعض المواقع. يعني تعال قارن بين شكل الأميلوز وشكل مين؟ الأميلوبكتين. اوكي، هذا سلسلة غير متفرعة، والسلسلة فيها أكثر من وحدة، تطلع قديش فيها وحدة جلوكوز، وبترتبط بروابط ايش؟ جلايكوسيدية، تمام؟ بينما هذا بتلاحظ انه في عندي سلسلة ولكن متفرعة. لكن المعلومة اللي اضافوا لكم اياها جديد، يتكون النشا غالبا في النباتات من 20 ل 30%، والأميلوبكتين من قديش؟ من 70 ل ايش؟ لا اللي هي 80%. يعني اذا قال لك يا استاذي لديك سكر اميلوز 20%، قديش الاميلوبكتين في هذا النبات؟ بتقول له قديش؟ 80%. طب لو اجاك العكس، لديك 75% اميلوبكتين، قديش يا استاذي في اميلوز؟ تكملتهم للمية، يعني مجموعهم الاثنين لازم يساوي ايش؟ 100، تمام شباب، او حسب ما يعطيك السؤال. طيب وظيفتهم الاثنين تخزين سكر الجلوكوز في النبات. صعبين هدول. بس اللي بعده الجلايكوجين، يتكون من سلاسل من الجلوكوز كثيرة التفرع. يعني اللي بيميز الجلايكوجين عن الأميلوبكتين، هذا قليل التفرع، هذا كثير التفرع. والجلايكوجين هو السكر الذي يخزن في الكبد وعضلات اللي هو الكائنات الحية من ضمنها الحيوانات. يعني احنا السكر الزاد عن حاجتنا بنفرز هرمون الأنسولين، هذا الهرمون بروح بودي جزء من هذا السكر على الخلايا عشان تستهلكه، والجزء الثاني بيوديه الأنسولين على مين؟ على الكبد عشان يخزن على شكل جلايكوجين. فالجلايكوجين عبارة عن سكر متعدد، هذا ايش كتب لي؟ تخزن الجلوكوز في أكباد الحيوانات وعضلاتها. طيب بنيجي لمين؟ للسليلوز. والسليلوز ركز معاي منيح لأنه فيه شوية فهم. يتكون من ألياف دقيقة، اوكي، تتألف من وحدات من الجلوكوز ترتبط مع بعض بروابط جلايكوسيدية، مشكلة سلاسل غير متفرعة اللي هو أميلوز، وترتبط معه بروابط هيدروجينية. طلع يا حبيبي انت وياه أستاذ، السليلوز بيختلف عنهم، السليلوز في أكثر من سلسلة أميلوز. أميلوز، أوكي، هاي أميلوز، وهاي أميلوز، وهاي أميلوز، أوكي. يعني أنا سكر السليلوز معقد، يحتوي على أكثر من سلسلة أميلوز. هسا أنت إيش بدك تفهم؟ بترتبط ما بينها السلاسل بروابط إيش؟ هيدروجينية، تمام؟ هاي معلومة مهمة، احفظها. إذا يتكون من أكثر من سلسلة أميلوز هذا السليلوز، بترتبط هاي السلاسل بإيش يا أستاذي؟ بروابط هيدروجينية. طيب السؤال القوي، لو قال لي يا أستاذي هون ما عدد الروابط الجلايكوسيدية في هذا السكر؟ طيب هسا دائما احنا علمنا طلابنا، مش قلنا لك عدد الوحدات ناقص واحد؟ بيجي الطالب الغشيم بيروح ايش بيسوي؟ بيعد الوحدات، بقول لي والله يا استاذ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 وبينقص ايش؟ واحد. بتقول لي والله يا استاذ 15 رابطة، وهذا الحل شو ماله؟ غلط. دير بالك. هسا انا قلت لك عدد الوحدات بتعده بالنسبه لمين؟ للسكر اللي حاله. بعده لمين شباب؟ للسكر اللي حاله، للسكر مثلا الغير متفرع. بعد ايش يا استاذي؟ عدد الوحدات للسكر. مش بتروح يا استاذ زي ما قلت لك تعد لي كل الوحدات في السليلوز وتنقص منها واحد وتقول لي 15 رابطه جلايكوسيديه، غلط. في السليلوز هاي نبدا علمك عشان تطلع عدد الروابط الجلايكوسيديه بتعد كل سلسله وحده. هاي قديش فيها وحده؟ 1 2 3 4 5. بتقول لي 5 ناقص 1 قديش؟ 4. بروح على السلسله الثانيه بتقول لي هاي قديش فيها وحده؟ 1 2 3 4 5 6. بتنقص منها واحد قديش؟ راح يضل 5 روابط. وهاي عد الوحدات 1 2 3 4 5 ناقص 1 4. فمجموع الروابط قديش؟ 4 و4 هاي 8، وعندنا يا استاذي 5 هاي 13 رابطة اللي هي الجلايكوسيدية. فهمنا كيف طلعناه؟ مش تروح تعد الوحدات وتنقص لي واحد منهن. في السليلوز بيختلف. هسا في الأميلوبكتين اوكي على راسي وعيني، او في الأميلوز عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 قديش رابطة؟ بتقول لي والله يا استاذ 13. تمام؟ هاي للسلسلة. طب إذا كان سلاسل زي هيك أعدهم كله ونقص واحد، ولا كل سلسلة واحدة؟ بروح بعد كل سلسله واحده وبطلع رابطها وبالاخر بجمعهم. تمام شباب؟ اوكي. هذا فيما يخص الله يرضى عليكم السكريات المتعدده. ظل عندنا يا استاذي شيء مهم. كيف بدي احسب؟ ها تعال اطلع. كيف بدي احسب مثلا، ركز معي، عدد الكربون والهيدروجين في سكر يتكون من 4 وحدات. يعني انا عندي سكر اميلوز، هي سكر اميلوز، اوكي في قديش وحده؟ 4 وحدات. تمام؟ قال لي طلع لي ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين. كيف بدي اطلعهم هذول؟ بتعرفوا شباب كيف بدنا نطلعهم؟ هسا انت فاهم استاذ؟ افهمك هالقاعده عشان اطلع من خطيتك استاذي. في السكر المتعدد بدك تدق على نقطه مهمه. هيها استاذي، انا مثلا بدي احسب عدد ذرات الكربون والهيدروجين. هي كربون، والله الكل يركز معي بهاي المعلومه مهمه جدا. أنا عندي بدي أطلع الكربون والهيدروجين والأكسجين في سكر متعدد يتكون من، خلينا نقول 4 سكر متعدد، خلينا نكمل، غير متفرع، سكر متعدد عشان أحدد لكم إياه. كيف بيجيك السؤال وتحسبه؟ سكر متعدد غير متفرع، لأنه هون أميلوز، أوكي هاي متعدد ايش؟ غير متفرع، يتكون من مثلا يا استاذي خلينا نقول 4 وحدات. طيب كيف بدي اطلع من الوحدات عدد الذرات الكربون؟ ركز معي على المعلومه استاذ. انا ما دام قال لي سكر غير متفرع معناته يحتوي على 4 وحدات. هاي انا عندي وحده، وهي انا عندي وحده، وهي وحده، وهي وحده. ركز معي وافهم. هسا انا قلت لك قديش عدد الروابط هون، مش علمتك عدد الوحدات ناقص 1، فراح يعطيني قديش يا استاذي؟ بتقول لي والله يا استاذي عندنا 3 روابط. طيب ممتاز استاذي، انت بدك تكون فاهم اول سكر شو صيغته الكيميائيه، كل سكر فيهم هو عباره عن C6H12O6. طيب وهذا عباره عن C6H12O6، وهذا عباره عن C6H12O6، وهذا C6H12O6. طيب ركز معي وافهم الآن. هسا عشان أنا كونت سكر متعدد أكيد ارتبط بروابط إيش؟ بروابط اللي هي جلايكوسيدية. هسا أول سكر بتظل سيرته طبيعية، ولكن هذا السكر إيش راح يصير فيه؟ راح يتم نزع منه H2O، يعني الكربون راح يكون 6، ولكن الهيدروجين قديش صار؟ ممتاز 10، والأكسجين قديش صار 5. ممتاز. طيب ليش يا أستاذي؟ لأن أنا نزعت منه H2O فربطته. طيب تعالوا نروح على اللي بعده. هذا هو عبارة عن C6H12O6. طب أنا بدي أربطه مع هذا، بدي أنزع H2O. طيب ممتاز. شو راح تصير صيغته هذا؟ هذا السكر عبارة عن C6، الهيدروجين قديش؟ ممتاز 10، والأكسجين قديش؟ راح يصير 5. ممتاز. وبعدين هذا راح أنزع H2O، وشو راح يصير؟ C6، والهيدروجين 10، والاكسجين قديش يا استاذي؟ 5. فهاي الصيغه الكيميائيه الصحيحه لهذا السكر. تمام شباب؟ تمام. طيب قلت لك طلع لي عدد ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين. تيجي بتطلع الكربون مبين 6 ضرب 4 عندي اجمع 6 و6 12 و12 راح يكون انا هي اجمع 6 و6 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 هي انا عندي قديش؟ عندي والله يا استاذي 24 كربون. تمام؟ طيب الهيدروجين يا شاطرين بتقول لي دائما الهيدروجين عشان اطلعه بتقول لي دائما عدد الوحدات ها ضرب 10 ايش يا استاذي؟ زائد 2 ضرب 10 ايش؟ زائد 2 يعني بتقول لي قديش انا عندي وحده؟ 1 2 3 4 اجمع 10 هي هون عندي 12 او اجمعهم هي 30 هي قديش يا استاذي؟ هي 40 هي 42 فبتيجي بتقول لي ايش يا استاذي؟ انا عندي هون 4 هي 42 تمام؟ اوكي طب الاكسجين اجمع الاكسجين هي 6 و5 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 هي 15 هي قديش هون؟ هي 21 تمام؟ اوكي يا استاذي فهاي الطريقة الصحيحة عشان اطلع عدد ذرات الكربون والهيدروجين. استاذ انا عندي طريقة احسن من هاي الطريقة راح اعلمكم اياها ان شاء الله الحصة القادمة كيفية حساب الصيغ الكيميائية للسكريات المتعددة. راح اعطيك طريقة احسن من هاي. طب افرض في الوزارة جايبين لك 20 سكر 20 وحدة طب بدك تقعد ترسم 20 وحده وتنقص هيدروجين ولا في طريقه ممكن اعطيك يا استاذ؟ راح اعطيك طريقه وانت مغمض تحل اللي هي هاي الصيغه. تمام هيك شباب بنكون خلصنا معكم هاي الحصه اللي هي السكريات المتعدده. ان شاء الله الحصه القادمه حصه مهمه جدا عشان اعرفك كيف تحسب الصيغه الكيميائيه بدون ما تقعد ساعتين ترسم هدول. تمام حبايبي بتمنى لكم كل التوفيق ربي يعطيكم الف عافيه.